حياكم الله ويا مرحبا في مهرجان قوافل ورقان. أخوكم بندر السهلي صاحب مناحل السهلي والمنتجات البعلية والعضوية، واحد المدربين في وزارة البيئة والمياه والزراعة، واحد الخريجين من برنامج أرامكو لدعم الشباب النحالين. وفضل الله أخذنا الدورة 3 شهور ولله الحمد. يعني بعد قبل الدورة كان عندنا إنتاج خفيف الحمد لله، وبعد الدورة الله أكرمنا يعني بالاستمرار على الدورة والمحاضرات، وأنتجنا العسال مثل عسل الطلح وعسل السمر وعسل السدر، وكذلك عسل مخلوط مع الكتاد، وعندنا شو اسمه المنتجات البعلية، الدخن البلدي على المطر والشعير البلدي على المطر، وكذلك الطحين القمح. الله يكرمهم ويبارك فيهم. الوزارة ما قصروا معانا ودونا يعني البوثات مجاني ولله الحمد. يعني هذا يعتبر يعني كدعم للشباب السعودي، والله يكرم الجميع إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله يعطيك العافية ويسعدك. طب تعطينا ممكن نبذة أكثر عن المنتجات اللي هنا شايفين؟ السمن، إيش نوع السمن ومن أي منطقة والعسال دي؟ نتجناه من حايل، طلح حايل، وهذا عسل السدر، عسل السدر من جهة تبوك، وعسل الكداد، كداد مخلوط مع الطلح. 3 أنواع عندي بس هذا اللي انتجته. والسمن؟ وعندي سمن البري بلدي ومنتجات البعلية. طب انا شايف هنا عندك الجذوع، هذه ايش فكرة هدية؟ هذه زي التراث قديم، يعني النحل اول بداية اجدادنا كانوا يسكنوا النحل فيه، والان جات فكرة جديدة، فكرة النحل الخشب المتنقل اللي يسموها بلدي، وكذلك الخشب الحديث. هذا يعني تراث أبانا وأجدادنا، تراث قديم وكانوا يسكنوا النحل فيه وفي الجبال، ولكن الآن الحمد لله يعني مع العلم والتطور صاروا يسكنوا النحل في الأخشاب الحديثة، وهي يعني أكثر إنتاجية وتعامل مع النحل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأكرمكم الله. الله يعطيك العافية وشكرا لك. الله يحييكم، يا هلا والله. طيب آخر شيء، عندكم توصيل اللي حاب يطلب من عندكم؟ نعم عندنا توصيل على بنفس الرقم، على نفس الرقم اللي نفس موجود واتساب. طيب شكرا لكم، الله يجزاك خير ويسلمك ويبارك فيك.